أهلا بيكم في السلسلة التعليمية الجديدة لواحد من أهم مواقع البرنت أون ديماند تي سبرينت. وزي ما تعودنا في القناة بتاعتنا إن إحنا نتكلم على كل موقع بالتفصيل، وفي السلسلة التعليمية دي هنتكلم على إزاي تفتح حساب وتجهز الإعدادات، إزاي تختار نيش كويس، وإزاي ترفع ديزايناتك على الموقع بشكل سريع، بالإضافة إلى سيستم الموقع ككل، الموقع بيمشي إزاي وبيتعامل إزاي مع الديزاينرز اللي زينا، وكمان إيه هي أنسب الطرق إن أنت تحقق أقصى ربح من موقع زي تي سبرينت. فلو انت بتدور على بدائل للريد بابل، سبريد شورت، تي بابليك، او حتى حابب انك توسع مجالك على مواقع تانية، تابع معايا الكورس ده وان شاء الله هتستفيد جدا جدا وتحقق منه ارباح كويسه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله، أنا اسمي إبراهيم ظاهر، ولو دي أول مرة ليك هنا في القناة أنا بعمل فيديوهات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص البرنت أون ديماند أو الطباعة عند الطلب. إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن تعريف الموقع، وهنقول معلومات مهمة جدا عن الموقع، معرفتها ممكن تديلك أسبقية في البيع عن أي حد، ركز معايا الحلقة مهمة جدا. مبدئيا كده تي سبرينت واحد من أكتر مواقع البرنت أون ديماند اللي بيحتاج احترافية في اختيار النيش، في اختيار التصميمات اللي هتشتغل عليها، وكمان في التسويق للمنتجات أو الديزاينات بتاعتك. وزي ما كلنا سمعنا في الفترة اللي فاتت تي سبرينت غير اسمه حاليا وخلاه بس سبرينت، لأن الموقع عدى بتغييرات شديدة جدا في السيستم بتاعه هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله. تي سبرينت الاول كان عنده ماركت بليس زيه زي ريد بابل، تي بابليك، وسبريد شيرت وغيره من المواقع البرنت اون ديماند، بس بعد كده لاحظ ان موضوع البرنت اون ديماند بدا ينتشر وسط الناس، وبدا في ناس سبامرز وكوبي رايت فايليتور ينتشروا على مواقع البرنت اون ديماند ديت، فبالتالي ابتدى ان هو ياخد تصرفات او اجراءات بحيث ان هو يحد من وجود الناس ديت، وكمان ما ياثرش بشكل كبير على المبيعات بتاعته. اول اجراء عمله هو التراست سكور. التراست سكور ده عدد معين من المبيعات اللي الديزاينر اللي شغال على الموقع لازم يحققها، بتبقى حوالي من 10 ل 20 تصميم او 20 مبيعه في فتره معينه تقريبا 3 شهور، بعد كده الموقع بيبتدي ينزل ديزايناته او المنتجات بتاعته على الماركت بليس بتاع تي سبرينت. وفضلوا على نظام التراست سكور ده فتره لحد ما لاحظوا ان الناس بدات تعدي التراست سكور ده بانهم يخلي اصحابهم او قرايبهم يشتروا التيشيرتس ديت بعد ما يقللوا الارباح خالص، او حتى يرجعوا لهم الفلوس مره ثانيه، وبعد ما يعدوا التراست سكور يبتدي برضو اللو كواليتي ديزاين والكوبي رايت فايوليشن تظهر على الموقع مره ثانيه، فابتدى يحصل لهم مشاكل. فلغوا الماركت بليس خالص من على موقع تي سبرينت وخلوا الموقع اسمه سبرينت، ووفروا كل الفلوس اللي كانت محطوطه في الماركت بليس في انهم يعملوا ماركتنج للناس اللي عندها جمهور اصلا، الناس الانفلونسرز، الناس اللي عندها اساسا مبيعات عاليه على الموقع ومستمر لحد دلوقتي، فهم بيدعموهم سواء كان على السوشيال ميديا او حتى على المواقع الثانيه، وخلوا الموقع كومباتبل او متوافق مع معظم السوشيال ميديا سواء كان فيسبوك، انستجرام، تيك توك وغيره من السوشيال ميديا، بل بالعكس عملوا حاجه اسمها تي سبرينت انتجريشن، ان انت تربط الستور بتاعك على تي سبرينت باليوتيوب مثلا، تقدر تحط الميرش بتاعك على يوتيوب لو انت عندك شانل يوتيوب كبيره وبتقدر تعرض يعني وعندك جمهور كتير جدا مخلص ليك وبيتفرج عليك كتير، ممكن تعمل عليها على طول بعض المنتجات او التيشيرتات اللي عليها اللوجو بتاعك او عليها مثلا شعارك او مثلا اي حاجه لها علاقه بالشانل او بالحاجه اللي انت بتتكلم فيها. ممكن كمان تعرض على تويتش لو انت تعرف في ستريمرز، ناس بتعمل جيمنج ستريم والناس اللي بتطلع على تويتش تعمل ستريم ديلي، فممكن تعرض برضو الستور بتاعك على تويتش بحيث الناس تدعمك بان هم يشتروا. وفي حاجه كمان اسمها ستريم لابس، ستريم لابس ديت لوكيشن للستريم، برضو ناس ستريمر بتطلع تعمل ستريم على ستريم لابس سواء كان في الجيمنج او حتى في غيره من النيشز، فتقدر تعرض الستور بتاعك دايركتلي على المواقع اللي زي ديت، او حتى كمان تعمل على جوجل شوبينج اللي متوفر في بعض البلدان وبعض البلدان مش متوفر عليها جوجل شوبينج دوت، بتقدر تشتري بوان كليك من على جوجل، يعني تسرش على حاجه على تي شيرت مثلا فلنفترض عن كات تي شيرت، خش على جوجل تكتب كات تي شيرت يطلع له ان الستور بتاعك، ويقدر يعمل وان كليك يشتري المنتج دوت من غير حتى ما يخش على الستور بتاعك. بس وقف عندك كده يا باشمهندس، معلش لحظه واحده، انا لا انا ستريمر ولا يوتيوبر ولا عندي سوشيال ميديا عملاقه او حتى انفلونسر، وحتى لو انا اي حاجه من الحاجات ديت فانا الجمهور اللي احنا بنتربيته موجود في امريكا او موجود في اوروبا، هل انت بتقول ان انا ما اقدرش اشتغل على تي سبرينت؟ انا هقول لك الحقيقه وانت بقى تقرر اذا كنت ينفع تشتغل على موقع زي تي سبرينت ولا لا. لو انت ناوي انك ترفع ديزايناتك على
موقع زي تي سبرينج وتعتقد يا ربنا يا رب يجي لي سيل يا رب يجي لي سيل يا رب يجي لي سيل زي ما بتعمل على ريد بابل وتي بابليك وسبريد شيرت. فما انصحكش انك تشتغل على تي سبرينج لان اساسا مفيش ماركت بليس حد يدور على ديزايناتك فيه. فانت اللي لازم تعمل الماركتنج وتجيب لنفسك السيلز على السوشيال ميديا والمواقع الثانيه بحيث ان تراست سكور يبتدي يرتفع فهم يدولك بوست او يدولك ماركتنج من عندهم بحيث ان تقدر تبيع زياده. اما لو انت عايز تطور من نفسك وتنقل مستوى شغلك لمستوى المحترفين وتبتدي انك تتعلم حاجات جديده بحيث ان انت تعرف تدخل فلوس اكتر, فتي سبرينج هي الخطوه الكويسه جدا ان انت تبتدي عليه تتعلم الحاجات ديت بحيث ان هي تدي لك فرصه ان انت تخش تلعب في البروفيشنال ليج او دوري المحترفين زي ميرش باي امازون او حتى اتسي. فلو انت قررت تلعب في دوري المحترفين تابع معايا كورس تي سبرينج ده وان شاء الله تتعلم حاجات كتيره جدا جدا هتستفيد بيها في ان تبني ستور على تي سبرينج او حتى على المواقع بتاعه اتسي وامازون. نيجي بقى نتكلم على بعض مميزات الموقع. اول حاجه الموقع بيتعامل عليه كميه ناس انفلونسرز ويوتيوبرز وناس مشاهير من جميع انحاء العالم. عندك مثلا حاجه زي هوت وانز اللي موجوده في الخلفيه دي, ديت برنامج على اليوتيوب مشهور جدا جدا على اليوتيوب تقدر تخش تسرش عليه هيعجبك يعني برنامج كويس. كوبرا كاي دوت العلامه بتاعه كوبرا كاي دوت كان بتاع كاراتي كيد كان فيلم. في عندك بعد كده حاجات زي مثلا اوفيشال كوين ميرش كوين دوت باند روك اند رول كانت قديمه مطلعه من بريطانيا تقريبا. فهتلاقي باند دوت معروف جدا جدا وايه الليجل ان اي حد يبيع اي ميرش ليه يكون ان هو يبقى اوفيشال ميرش كوين, فده معناه ان الموقع قوي جدا جدا. وهتلاقي كمان حاجات كتيره جدا جدا على الموقع منها برده شويه الجيمز وحاجات على ديزني وحاجات على مثلا زي اللي هي مارفل. هتلاقي في حاجات كتير اوفيشال للشركات اللي زي دي شغاله على الموقع ده. لو جينا بصينا بقى على المنتجات اللي بيوفرها تي سبرينج, اول حاجه وهي ميزه من مميزات الموقع دوت انه بيبيع حاجه اسمها ديجيتال برودكتس. يعني ايه ديجيتال برودكتس؟ يعني منتجات رقميه. المنتجات الرقميه ديت يعني مش ما ينفعش يمسكها في ايده, مش فيزيكال برودكت. يعني ايه؟ ممكن تبيع اي بوكس, كالرينج بوك, فوتو فلترز, ريسيبيز, ديجيتال ارتس. ممكن تبيع باك جراوند للكمبيوتر او خلفيه للتليفون بتاعتك. انت عملت مثلا رسمت خلفيه كويسه او صنعت خلفيه كويسه ممكن تبيعها هنا على الموقع. ممكن تعمل ميوتس اند اوفرلايز لو انت عندك تعرف تعمل ميوتس مثلا ترسمها ممكن تبيعها وتخلي طبعا المستخدم يستعملها على الكمبيوتر او يستعملها على التليفون او اي جهاز ديجيتال بشكل عام. بعد كده لو جينا بصينا على الابيرل, الابيرل عنده طبعا كميه منتجات كلاسيك تي شيرتس, ومن تي شيرتس, لونج سليف تي شيرت, وكل واحد من الحاجات اللي زي ديت جواها انواع كتيره جدا جدا من المنتجات. يعني دوت مثلا اليونيسكس والمنز تي شيرت هتلاقي فيه جوه دي كانت 2 4 6 8 8 منتجات بس في التي شيرت. لو رجعنا مثلا هنا هتلاقي برضو عندك اللونج سليف, الهوديز, تانك توبس وحاجات البيزكس زيها زي اي موقع برنت اون ديماند. عندهم برضو بيلوز, كانفا, تاول, تابستري, بلانكتس, كون كوفرز. عندهم مثلا درينك وير اللي هي المجات والترافلنج ماجز. في عندهم الكلوث فيس ماسك. في بعد كده نيك جيتر الحاجات اللي هي بتتربس على من اول الوش لحد الرقبه ديت. هتلاقي في منتجات موجوده على بقيه مواقع البرنت اون ديماند وبرده في ستيكرز او حاجات خاصه بيهم هم مش موجوده على مواقع زي ريد بابل. مثلا دي حاجه زي النيك جيتر ديت مش موجوده على ريد بابل. حاجه مثلا زي الفاني باك ديت مش موجوده على ريد بابل. وهتلاقي في حاجات ثانيه كتيره برده هتعجبك لو جيت اشتغلت على موقع زي ده. نيجي بقى لسؤال مهم جدا جدا وهو السيلر باي اوتس, هم بيدفعوا الفلوس امتى او بيدفعوا الفلوس ازاي. مبدئيا كده لو جيت قريت هنا يقول لك سيلر كان ريكويست باي اوتس فروم وذين ذير تي سبرينج اكاونت. يعني طول ما انت بتبيع انت ممكن تعمل ريكويست للفلوس اللي موجوده على حسابك ما فيش فيها مشاكل. يعني انت ممكن تقعد اسبوع حطيت مثلا جالك 100 دولار او 200 دولار تعمل لهم ريكويست, مش مستني, مش لازم تستنى كل يوم 15 في الشهر علشان تعمل ريكويست والفلوس تجي لك. لو جيت بقى بصيت على بعض الفريكوينتلي اسكد كويستشنز هتلاقي بيقول لك باي اوت ريكويست ار بروسيس وذين 1 تو 7 دايز. يعني لما بتعمل ريكويست في خلال يوم لسبع ايام بيكون الفلوس واصله لك. اول ريكويست اول بيمنت ريكويست هياخد تقريبا اسبوع لبس سكيورتي بيربز حاجات كده دواعي امنيه بتاخد اسبوع. بعد كده يبقى من 1 ل 7 ايام هيكون الفلوس واصله لك. سيلر كان ريكويست باي اوت وذين 24 اورز تو 48 اورز اوف اوردرز بين ديسباتش تو بايرز. يعني انت ممكن تسحب الفلوس اللي جات لك من السيل خلال 24 ل 48 ساعه من ساعه ما الكاستمر يستلم المنتج بتاعه. يعني اول ما الكاستمر هو عمل الاوردر وبيتصنع ويتعمل كل حاجه وبعد كده الكاستمر ده اخذ المنتج من خلال 24 ل 48 ساعه من ان هو اخذ المنتج تقدر تعمل ريكويست للفلوس بتاعه المنتج ده. ويقول لك كمان البيندنج ريكويست وورث ليس ذان 100 دولار كان بي ريكويستد افري 3 داي. يعني انت لو انت فلوس اللي موجوده عندك في حسابك اقل من 100 دولار تقدر تعمل ريكويست واحد كل 3 ايام.
It's best to group your payouts and request more funds at one time. يعني بيقول لك ما تقعدش تسحب ايه كل 3 ايام تسحب، جمع فلوس واسحب مره واحده، هيبقى احسن لك وهيوفر عليك ثمن الفيز اللي هي ثمن الحوالات. والبيمنت ميثود اللي متوفره على موقع زي تي سبرينج هو البايونير والبايبال، دول الاثنين اللي موجودين على موقع دوت وتقدر تتعامل بيهم. الحقيقه انا مش عارف اذا كان البايسيرا ينفع يشتغل على الموقع ولا لا، لاني ما جربتش البايسيرا، بس البايونير والبايبال هم شغالين وان شاء الله تقدر تستلم عليهم فلوسك مفيش فيها اي مشاكل. هم بس بيعملوا تشيك اوت بعد 24 48 ساعه وبتحط البيمنت ديت بحيث يعرفوا ان هي ليجل او اكتف، وبعد كده على طول تقدر تسحب عليها فلوس. نظام الابلود بقى على موقع زي تي سبرينج مختلف نوعا ما عن نظام الابلود على ريد بابل او سبريد شورت او غيره. يعني انت مش بترفع الديزاين وبعد كده تعمل له ابلاي على كل المنتجات والموضوع كده خلص، بالعكس انت لازم تحط تبتدي اول حاجه ستارت وذ ذس، تختار منتج واحد الاول تظبط عليه الديزاين بتاعك، وبعد كده بتبتدي تعمل انيبل لمنتج منتج وتظبط الابعاد بتاعت الديزاين وتظبط مكان الديزاين على حسب الرغبه بتاعتك او على حسب ما انت شايف الدنيا تمشي ازاي. طيب بالنسبه للاسعار بقى على موقع زي تي سبرينج، واحد من ارخص المواقع اللي بتوفر اسعار على مواقع البرنت اون ديماند يعني بشكل عام. موقع تي شيرت مثلا زي الكلاسيك تي شيرت ثمنه على تي سبرينج 10 دولار و57 سنت، 10 دولار و57 سنت يعني لو انت حطيت عليه 6 دولار هتبقى 16 دولار و57 سنت. يعني انت هتبيع التيشيرت ب 16 دولار انت كسبان 6 دولار على التيشيرت الواحد، مقارنه مثلا بريد بابل لو انت حطيته ب 19 دولار 99 هتبقى كاسب 3 دولار و20 سنت او حاجه زي كده، فانت هتبيع التيشيرت بسعر اقل وكمان هتكسب فلوس اكتر. تقدر بقى تيجي تبص على كل الاسعار اللي موجوده على كل المنتجات هنا على تي سبرينج وتقارنها بمواقع زي ريد بابل تي بابليك وغيره، هتلاقي طبعا فرق الاسعار كبير، وطبعا ده نتيجه ان المواقع الثانيه عندهم اساسا ماركت بليس وبيعملوا ماركتنج اوريدي من غير ما انت تسال، هم موفرين لك مكان تحط فيه ديزايناتك، فبالتالي بيعلي عليك الكوست شويه بحيث ان هو يغطي تكاليف الماركتنج ديت اللي انت ما بتدفعهاش اصلا. خلاصه بقى حلقه النهارده وهو ان تي سبرينج واحد من احسن مواقع البرنت اون ديماند اللي انت ممكن تتعامل عليها واللي ممكن تساعدك انك تنقل شغلك لمستوى الناس المحترفه، وهتبقى خطوه كويسه انك تبتدي تعرف بس خبايا شغل البرنت اون ديماند والماركتنج بحيث ان انت تعرف تشتغل على مثلا موقع زي ايتسي او بيرش باي امازون. كل اللي هتحتاجه ان انت تتعلم شويه حاجات عن الماركتنج وتتعلم شويه حاجات عن السوشيال ميديا والسوشيال ميديا مانجمنت وتطور من مهاراتك التصميميه ومهارات الريسيرش او البحث على الانترنت عن نيشات جديده او طرق جديده في الماركتنج بحيث ان انت تعمل سيلز اكتر. وبكده خلصت حلقه النهارده، ان شاء الله من الحلقه اللي جايه هنتكلم عن كل حاجه لها علاقه بتي سبرينج بالتفصيل. لو استفدت حاجه من حلقه النهارده ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه لان ده فعلا بيدعمني اكمل شرح، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار عن حلقه النهارده او الحلقات اللي فاتت تقدر تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام تويتر او حتى هنا في كومنت على اليوتيوب، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك باللي اقدر عليه. وحابب اشكر كل اللي دعمني بالاشتراك في القناه وعامل لايكس على الفيديو او حتى تواصل معايا على السوشيال ميديا باسئله، ده معناه ان في ناس عندها باشن لسه عايزين يسالوا وعايزين يتعلموا، وده كان الهدف من القناه ان احنا نعمل كوميونتي كلنا بنتكلم وكلنا نساعد بعض ان احنا نشتغل اكتر وان احنا نعمل فلوس على الانترنت، وكلنا نبقى كده كوميونتي من الكوميونتيز الراقيه اللي نقدر نساعد بيها بعضنا. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.